السلام عليكم أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم معايا اليوم في واحد الوصفة كتجي بنينة وسهلة. عندلكم اليوم الطرطة ديال خزو، هاي كما كتشوفوا معايا كتجي زوينة بزاف، سهلة واقتصادية. نتمنى أنا تعجبكم. غادي هاكي كتجي، كتجي زوينة بزاف. غادي ندوزو نشوفو المقادير، نتلاقاو إن شاء الله في المقادير. دابا غادي ندوزو نشوفو المقادير ديال الطرطة ديال الخزو. عندي هنا جوج خزو محكوك أو جعدة محكوك على هاد الشكل. عندي هنا ستة ديال البيضات، قشرة ديال الليمون، جوج كيسان ديال السكر، جوج كيسان ديال الزيت الرومية. عندي هنايا هاد القرقع مهرمش على هاد الشكل، خمر هاد الحلوى. عندي هنا هاد النكهة ديال الفانيا، السكر ديال الفانيا الدقيق. غادي نبداو على بركة الله، غادي نبدا نطرب البيض مزيان. نضيف السكر، جوج كيسان ديال السكر، صافا. من بعد ما ضربت البيض مع السكر، غادي نضيف الزيت، جوج كيسان ديال الزيت، ندير سكر، النكهة ديال الفانيليا، ندير الخمارة. غادي ندير هاد القشرة ديال الليمون، حامض كدي واحد النكهة زوينة. بعد غادي ندير الخزو، غادي ندير هاد القرقع، غادي ندير الدقيق شوية شوية، غادي نخليها خفيفة. داك الدقيق اللي كان عندي ضيفته كله، دابا غادي ندوز نديرها في الموضي باش نضيفها في الفرة، كتجي بحال هاد الشكل خفيفة. كتجي زوينة بزاف، سهلة. فرن عندي شاعل، غادي ندوز نديرها في الفرن. كما كتشوفو هاد الكيكة طلعت، لأن هاد دبي هاد الطرطار لي بقا محلتش عليا الفران. دابا غادي ندوز نشوفها واش طايبة ولا بقا، يعني مخصكمش تحلو على الفران، أنا إلا حليتو الفران غادي تنزل مغاديش تطلع. دابا غادي ندوز ساعة قل ربع باش هي غادي في الفران. دابا غادي نشوف واش طابت ولا باقا مازال. غادي ندوز نشوف الكيكة طابت، نبقى طيبة. غادي ندوز نخليها بلاتي شوية، غادي ندوز نعمرها النطا عندي في الليمون ديال غادي نشوفها كتبنى.
تشوفوا معايا قسمتها على 3. دائما خاص يكون عندكم الموس ديال السره ندوز السنان في هذا الشيء. ملي غادي ندوز نعطيها بنعطه بعد ما منطيت هاد النا بالناطا غادي ندير فوق منه وغادي ندير ناطا من فوق. دير الطبقة التالتة بعد ما ساليت طرطة ديال الخزو دابا غادي ندوز مع الجناب. دابا الطرطة حنا ساليناها وجدد دابا غادي ندير عندي هنايا البرقع نديرو بوجهها من فوق كتجي زوينة بزاف سهلة اقتصادية نتمنى انها تعجبكم. دابا غادي ندوزو نقطعو واحد الطريف غادي تشوفوه كتجي زوينة بزاف نتمنى انها تعجبكم الطرطة ديال اليوم هانتوما كيف كتجي. كتجي زوينة بزاف نتمنى انها تعجبكم الوصفة ديال اليوم. ما تنساوش اشتراك بالقناة والضغط على الجرس ليوصلكم كل المزيد. مع السلامة نتلقى مرة اخرى ان شاء الله.